الدرس الأول الحروب. واحد، نستنتج مفهوم الحروب. الحرب هي ظاهرة عالمية قديمة مارستها الأمم والشعوب والدول، تقوم على المواجهة بين طرفين أو أكثر باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة. اثنان، نتحاور حول الأدوات المستخدمة في الحرب وآثارها. تختلف الأدوات المستخدمة في الحروب والآثار المترتبة عليها. قديماً كانت الأسلحة بدائية وتأثيرها بسيط، أما اليوم فهي أسلحة متطورة وتأثيرها تدميري وفتاك. الأسلحة القديمة: السهم، السيوف، الرماح، الدرع، المنجنيق، النار، الإغريقية، البنادق. الأسلحة الحديثة: بنادق آلية، دبابات، طائرات، قذائف وصواريخ بعيدة المدى، قنابل تدميرية نووية وذرية وجرثومية. أنا تعلمت: الحرب ظاهرة عالمية قديمة مارستها الأمم والشعوب والدول عبر مسيرتها التاريخية، والحرب نقيض السلم وهي صراع بين طرفين، يقدم كل طرف أسلحته المادية وغير المادية في سبيل تحقيق أهدافه وتحقيق النصر على الطرف الآخر. أسباب الحروب: نشاط. اثنان، نتأمل الشكل الآتي ونلاحظ الصور ونستنتج. أسباب الحروب: اقتصادية، دينية، قومية، سياسية. أسباب الحروب مع الأمثلة: أسباب اقتصادية، الصراعات القبلية قديما على الماء والكلأ، التنافس الاقتصادي بين الدول الاستعمارية. أسباب دينية: حرب 30 عام في أوروبا، الحروب الفرنجية. أسباب قومية: النزاع بين بلغاريا، يوغوسلافيا واليونان. الصراع بين أقاليم جزيرة البلقان. أسباب سياسية: الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا، الحروب العربية الصهيونية. أنا تعلمت: يرجع سبب الحروب التي قامت في العالم عبر التاريخ إلى عدة أسباب ويمكن إجمالها فيما يأتي. الأسباب الاقتصادية: إن أقدم أسباب الحروب ترجع إلى عوامل اقتصادية تتمثل في الصراع على الموارد الاقتصادية للسيطرة على الأسواق العالمية والحصول على الموارد الأولية، لما لها من دور مهم في مسيرة الحضارة البشرية كالحربين العالميتين الأولى والثانية. الأسباب الدينية: أسهم الطرف الديني والبعد عن التسامح وقيمه السامية التي سادت بين أقاليم العالم في إشعال الحروب المدمرة كحروب الفرنجة التي شنتها أوروبا على المشرق الإسلامي في العصور الوسطى. الأسباب القومية: وهي أحدث أسباب الحروب، وبدأت في القارة الأوروبية بقيام الثورة الصناعية، ما كرس الدولة القومية ونمى الصراعات فيما بينها كالنزاع بين بلغاريا ويوغوسلافيا واليونان على إقليم مقدونيا، والصراعات القومية بين أقاليم شبه جزيرة البلقان التي عملت على تفتيت وحدتها السياسية وتفكيك الاتحاد اليوغوسلافي إلى عدة دول منها صربيا وكرواتيا والبوسنة. الأسباب السياسية: جاءت نتيجة للتضارب في العلاقات الدولية كالحرب العربية الصهيونية عام 1948 ميلادي وعام 1967 ميلادي. أنواع الحروب: نشاط 3، نلاحظ الشكل والصور ونستنتج ثم نجيب. أنواع الحروب: الحروب الأهلية، الحروب الإقليمية، والحروب العالمية. واحد، نحدد أطراف النزاع في الصور. الصورة الأولى: صراعات داخلية بين الأمريكان. الصورة الثانية: حرب بين العراق وإيران. الصورة الثالثة: حرب بين دول الحلفاء ودول المحور. اثنان، نذكر أمثلة أخرى على حروب نعرفها: الحرب الأهلية اللبنانية، الحرب الأهلية الروسية، الحرب الأهلية الصينية، الحروب الأهلية الحالية في الوطن العربي، الحرب بين ليبيا وتشاد، الحرب بين الكوريتين، الحرب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1982، الحرب العالمية الأولى، العدوان الإسرائيلي على غزة. أنا تعلمت:
تقسم الحروب وفق أطرافها وامتداد نطاقها الجغرافي إلى ثلاثة أنواع تتمثل فيما يأتي: الحروب الأهلية، الحروب الداخلية التي تقوم بين طرفين محليين أو أكثر في الدولة أو المجتمع بغض النظر عن دوافعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتدخلات الخارجية فيها، كالحرب الأهلية اللبنانية التي اشتعلت بين 1975 ميلادي إلى 1978 ميلادي، والحرب الأهلية الروسية ما بين 1917 ميلادي إلى 1922 ميلادي، والحرب الأهلية الصينية بين 1945 ميلادي إلى 1949 ميلادي. كما يشهد الوطن العربي في الوقت الحالي حروبا أهلية كما في السودان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال. الحروب الإقليمية تقوم بين طرفين أو أكثر في منطقة جغرافية محددة النطاق، كالحرب العراقية الإيرانية عام 1980 ميلادي، والحروب العربية مع الاحتلال الصهيوني مثل حرب 1948 ميلادي، والعدوان الصهيوني على لبنان عام 1982 ميلادي. الحروب العالمية وهي أكبر أنواع الحروب نظراً لتعدد المشاركين فيها واتساع نطاقاتها الجغرافية، وغالباً ما طالت عملياتها معظم قارات العالم. ولم تعرف البشرية حروباً عالمية غير الحربين العالميتين الأولى بين عامي 1914 إلى 1918 ميلادي، والثانية بين عامي 1939 إلى 1945 ميلادي. وقد عرف العالم نوعا آخر من الحروب كالحرب الباردة، ومن الأمثل عليها حالة التنافس والصراع والتوتر التي خاضها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية في كثير من الميادين، كتصريحات القادة والزعماء وتبادل الاتهامات في وسائل الإعلام وسباق التسلح وغزو الفضاء وتجارب الأسلحة وتنظيم المناورات والمعارض والعروض العسكرية وتجنيد الجواسيس والعملاء، واستمرت حتى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ميلادي. قضية للنقاش: كيف يمكن تجنب الحروب الأهلية؟ من خلال تغليب لغة الحوار بين الأطراف والابتعاد عن العنف. نتائج الحروب نشاط 4، نلاحظ الصور الآتية ثم نستنتج. الآثار الناتجة عن الحروب: النتائج الاقتصادية، خسائر في وسائل الإنتاج والبنية التحتية. النتائج الاجتماعية: القتلى، الجرحى، الأسرى، المفقودين، المشوهين، المشردين، الفقر. النتائج السياسية: انهيار الدول، عقد اتفاقيات والتسوية بين الدول، سقوط الأنظمة وقيام أخرى، الفوضى والاضطرابات والانقلابات العسكرية. نتائج أخرى للحرب: البطالة، تدمير المباني، عمالة الأطفال، اختلاف التركيب العمري والنوعي. أنا تعلمت: يترتب على الحروب مجموعة من النتائج، منها النتائج الاقتصادية، تؤثر نتائج الحروب في جميع القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية بصورة مؤقتة أو دائمة لما تتطلبه من نفقات مادية وبشرية وما تحدثه من خسائر بوسائل الإنتاج والبنى التحتية اللازمة لها كالموانئ والمطارات والبنوك والطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء. النتائج الاجتماعية: تظهر النتائج الاجتماعية للحروب في كثير من المجالات، وفي مقدمتها أعداد القتلى والجرحى والأسرى والمفقودين وغيرهم، واختلال التركيب العمري والنوعي بين السكان، وانتهاك حقوق الإنسان والأعراف والقوانين الدولية، وانخفاض مستويات المعيشة والخدمات الصحية والتعليم، وشيوع الفقر والمجاعات والأوبئة وعمالة الأطفال. النتائج السياسية: وتتمثل بانهيار إمبراطوريات ودول وسقوط أنظمة سياسية وقيام أخرى واندلاع الثورات والانقلابات العسكرية
ونتيجة للحروب التي خاضتها حركات التحرر الوطني في مواجهة الاستعمار، حصلت على حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كحركة التحرير الوطني الجزائري في مواجهة الاحتلال الفرنسي، والثورة الفلسطينية ما زالت تكافح الاحتلال الصهيوني للحصول على الاستقلال الكامل. قضية للنقاش: الأطفال والنساء وكبار السن أكثر الفئات تضرراً من الحروب. يتعرض الأطفال بسبب الحروب للتسرب من المدارس لدعم أسرهم، ويعيشون كضحايا حرب محرومين من الحقوق الأساسية مثل الحياة والصحة والتعليم. لذلك فإن الأطفال في سوريا يدفعون الثمن الأكبر للحرب. معاناة المرأة تزداد في حالة الحرب والنزاعات المسلحة، لأنها هي من تتحمل إعالة الأسرة بغياب الأب أو وقوعه بالأسر أو وفاته، ويتعين عليها تأمين مستلزماتها الأساسية، ما يجعل التأثير النفسي مضاعفا أيضا عليها. كبار السن من أكثر المتضررين من الحروب، لأنهم أكثر الفئات ضعفا ويحتاجون لرعاية خاصة، ويصعب عليهم الحركة والتنقل. الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحروب. نشاط 5: نقرأ النص الآتي ثم نستنتج. انبثقت فكرة وضع حد للمعاناة التي تسببها الحروب على يد هنري دونان بعد معركة سولفرينو عام 1859 ميلادي، لحفظ حقوق الأسرى والجرحى والمدنيين أثناء الحروب، والسماح للمنظمات الإنسانية المحايدة بالعمل على تخفيف معاناتهم. الحاجة إلى وجود قوانين لتنظيم الحروب لوضع حد للمعاناة وحفظ حقوق الأسرى والجرحى والمدنيين أثناء الحرب، والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل على تخفيف معاناتهم. أنا تعلمت: بظهور فكرة القانون الدولي الإنساني، قامت الأسرة الدولية بعقد الاجتماعات وإبرام الاتفاقيات لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات التي قد تتعرض لها على يد المتحاربين، وشملت الأسرى والجرحى والمدنيين والمؤسسات الدولية المحايدة العاملة للتخفيف من معاناتهم، ومن أبرزها الاجتماع الأول للجنة الدولية لنجدة العسكريين المجروحين الذي عقد عام 1863 ميلادي، التي أصبحت تعرف عام 1876 ميلادي باللجنة الدولية للصليب الأحمر. اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 ميلادي، ونصت على حماية الجنود والجرحى والمرضى في البر والبحر والطواقم الطبية وأسرى الحرب والمدنيين، وحظيت بإجماع العالم. وفي عام 1977 ميلادي ألحق بها البروتوكولان الأول والثاني، معاهدة أوتاوا العاصمة الكندية عام 1997 ميلادي، باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد أو نقلها وتخزينها، كل الدولة بالتعهد بإزالتها وتدميرها بعد انتهاء النزاعات المسلحة على ألا يتعدى ذلك 10 سنوات من بدء الاتفاق، وكل دولة جهدها لتحديد جميع المناطق المشمولة التي يشتبه في أنها مزروعة بالألغام. قضية للنقاش: وصية أبي بكر الصديق لجيش المسلمين: يا أيها الناس، كفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. 1. الجوانب الإنسانية الواردة في وصية أبي بكر لجيش المسلمين: الحث على عدم الغدر وعدم قتل الأطفال والشيوخ والنساء، وعدم قطع الشجر المثمر أو حرقه، واحترام الديانات الأخرى، وعدم ذبح الحيوانات إلا لمأكل. 2. هل التزم المسلمون في حروبهم بهذه الوصايا ولماذا؟ نصت على توفير حماية للمدنيين ومعاملة الأسرى معاملة حسنة، وكفلت حرية الديانات. أختبر نفسي: السؤال الأول أنقل إلى دفتري ثم أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1. متى اندلعت الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادي؟
2- متى انتهت الحرب الباردة مع الاتحاد مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ميلادي؟ 3- أي الحروب الآتية تعد مثالا على الصراعات التي حملت طابعا دينيا الحروب الفرنجة؟ 4- ما الاتفاقية الدولية التي تلزم الدول بالتعهد على إزالة الألغام بعد نهاية الحروب أوتاوا؟ السؤال الثاني، أعرف ما يأتي. الحرب، الحرب هي ظاهرة عالمية قديمة مارستها الأمم والشعوب والدول، تقوم على المواجهة بين طرفين أو أكثر باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة. الحرب العالمية أكبر أنواع الحروب نظرا لتعدد المشاركين فيها واتساعها، حيث طالت عملياتها معظم قارات العالم. الحرب الباردة هي عبارة عن مواجهة سياسية وإيديولوجية وعسكرية في بعض الأحيان غير مباشرة، حدثت بعد الحرب العالمية الثانية خلال الفترة 1947 إلى 1991. أما أطرافها فهي عبارة عن أكبر قوتين في العالم، وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وحلفاء كل منهما. السؤال الثالث، أعدد أنواع الحروب ونعطي أمثلة على كل منها. 1- الحروب الأهلية، الحرب الأهلية اللبنانية، الحرب الأهلية الروسية، الحرب الأهلية الصينية، الحروب الحالية في بعض دول الوطن العربي. 2- الحروب الإقليمية، الحرب العربية الإسرائيلية، الحرب الليبية التشادية، الحرب العراقية الإيرانية، الحرب بين الكوريتين. 3- الحروب العالمية، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. السؤال الرابع، أوضح مظاهر الحرب الباردة. تصريحات للقادة والزعماء، تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام، سباق التسلق، غزو الفضاء، تجارب الأسلحة، تنظيم المناورات العسكرية، المعارض والعروض العسكرية، تجنيد الجواسيس والعملاء. السؤال الخامس، أناقش نتائج الحروب الاقتصادية. تؤثر الحروب على جميع القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية، لما تتطلبه من نفقات وما تحدثه من خسائر في وسائل الإنتاج والبنى التحتية.